اهلا وسهلا بحضراتكم كل مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. احنا النهارده موجودين معاكم في واحده من جولات اكسترا نيوز في قرى ومحافظات مصر المختلفه، بنتعرف على مجهودات ومشاريع مبادره حياه كريمه. احنا النهارده موجودين في قريه ام دومه هنا في مركز طما في محافظه سوهاج، هنتعرف معاكم على كل المشاريع اللي بتتم هنا داخل القريه وبالتاكيد في كل محافظه سوهاج وبالتحديد في قريه ام دومه بالتزامن مع افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المشاريع اللي بتتم فيها لتصبح قريه نموذجيه مع تنفيذ عدد كبير من مشاريع حياه كريمه. احنا هنقف عند كل مشروع، هنقف عند مركز الشباب، هنروح الوحده المحليه، هنروح نقطه الاسعاف ونشوف ايضا وحده طب الاسره وهنشوف عدد كبيره من المشاريع اللي بتتم هنا داخل القريه عشان نتعرف بالتاكيد على تفاصيلها ونتكلم مع اهالي القريه ونعرف منهم تاثير المشاريع الجديده على القريه وازاي شكلها اتغير ومدومه قبل ومدومه بعد التطوير. هنكون معاكم على شاشه اكسترا نيوز. مستمرين مع حضراتكم في جولتنا من هنا من قرية أم دومة في محافظة سوهاج وبالتأكيد بنتعرف على عدد كبير من المشاريع اللي بتقيمه حياة كريمة هنا داخل القرية ما بين المشروعات الخدمية وأيضا مشروعات البنية التحتية اللي غيرت بالتأكيد ملامح القرية بشكل كبير جدا. هنعرف أم دومة قبل وأم دومة بعد التطوير مع الدكتور هشام الحداد منسق حياة كريمة في سوهاج. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. يعني في البداية عايزين نتكلم عن أهم ملامح المشروعات اللي تمت داخل قرية أم دومة. الحقيقة قرية أم دومة قبل تعديل وقبل التطوير وقبل تنمية الدخول في موازنة تنمية الريف المصري كانت زيها زي أي قرية عادية في الصعيد، تفتقر للخدمات وتفتقر للبنية التحتية وتفتقر لأي حاجة آدمية، تفتقر لسكن كريم وتفتقر لكل حاجة. لكن دلوقتي بفضل ربنا أولا ثم بفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدخال مركز طما من ضمن المراكز السبعة في محافظة سوهاج وقرية أم دومة قرية من ضمن قرى مركز طما، أصبحت قرية طما من قرية أم دومة من ضمن القرى النموذجية لما تتمتع به من خدمات في كردون واحد. نيجي نحط الخدمات كده او المشروعات في نقاط محدده، هنتكلم عن نقطه الاسعاف، هنتكلم عن نقطه المطافي. نقطه الاسعاف دي بتخدم حضرتك، ده انشاء جديد وبتخدم ما يقارب من 85,000 مواطن، دي ما كانتش موجوده في البدايه خالص، كانت هي نقطه اسعاف واحده في المركز كله، كانت بتخدم عدد القرى كلهم، عدد المجالس القرويه هم 5 مجالس قرويه في مركز طما، لكن دلوقتي اصبح لكل مجلس قروي نقطه اسعاف لوحده خاصه بيه، والنقطه بتتكون من عربيتين اسعاف مش عربيه لوحدها، دي حاجه. الحاجه الثانيه نقطه اطفاء ما كانتش موجوده قبل كده، او كانت موجوده وكانت بالكفاءه والتطوير ده، تمام؟ دلوقتي اصبحوا عربيتين اطفاء موجودين في القريه نفسها، بتخدم القريه نفسها وبتخدم كل امورها، وبحيث لا قدر الله حصل اي موقف ولا اي حريق ولا اي حاجه بتكون على وجه السرعه موجوده العربيه جنبهم. في مركز الخدمات التكنولوجيه اللي بيتكون من مكتب للبريد ومكتب الانشاء العقاري وسجل مدني ومكتب الخدمات التكنولوجيه، وده الحقيقه دي حاجه كبيره جدا وبتسهل على المواطن ان هو بدل ما يروح على المركز ويروح على المحكمه ويعمل توكيل او يعمل بطاقه ويعمل خدمات بريديه ولا غيره، وفيها مكتب للتضامن. برضه في مركز لتنميه الاسره والطفل هنا في قريه ام دومه، دي خاصه بالحضانه وخاصه بالتنميه الوعي لدى الاسره المصريه ولدى العيادات الاسره وتنظيم الاسر. في برضه سوق حضاري في قريه ام دومه هنا، في موقف حضاري لمنع الباعة الجائلين، ايضا كذلك في نقطه شرطه تم تطويرها وتجهيزها، ايضا كذلك في مركز شباب ام دومه تم تجهيزه وتطويره على افضل ما يمكن. طبعا بنتكلم على تطوير في كافه المجالات، انا بالتاكيد مش هينفع اسيب المشهد ده من غير ما اتكلم عنه المتطوعين، كلمني عن دور المتطوعين اللي بيقوموا بيه في خلال هذه المشروعات. الحقيقه احنا كمتطوعين احنا عندنا في سوهاج ما يقلش عن 1800 مشروع على مستوى المحافظه في عدد 1123 قريه ونجع وكفر، فالعدد ده كله محتاج عدد كبير جدا من المتطوعين. احنا عندنا جيش متطوعين قد يقارب من 2000 متطوع، ده بخلاف متطوعين الجامعه، فده ان ده اللي يدل انك انت محتاج في كل قريه وفي كل مشروع وفي كل، احنا عندنا في كل اقل حاجه في القرى والنجع لازم يكون في مشروع او 2 أو 3، فلذلك محتاجين في كل قريه وفي كل نجع وفي كل كفر محتاجين متطوع 2 و3 عشان نقدر نغطي ونشوف ايه السلبيات اللي في المشروع نفسه ونقدر نعالجها اول باول، نشوف الحالات الانسانيه ونقدر نعالجها ونقدر
نساعدها، نشوف حالات اسحاق لا قدر الله في حالات انهيار للمنازل بنقدر نتدخل بصوره فوريه وصوره عاجله، بنشوف حالات مثلا حريق ولا حاجه بنقدر نتدخل بصوره فوريه وصوره عاجله، فلازم يكون عندك عدد كبير وعدد مناسب من المتطوعين. النهارده واحنا موجودين في قريه ام دومه هنتعرف على الدور اللي قام بيه المتطوعين في تنفيذ مشاريع حياه كريمه خلال الفتره اللي فاتت والحد افتتاحها. في البدايه عايز اتعرف عليكي، قولي لي اسمك ايه، عندك كام سنه، وبداتي من امتى في التطوع مع حياه كريمه؟ اسمي فاطمه محمد، كليه تجاره سوهاج، عندي 21 سنه. انا عامه بدات لسه من قريب لما عرفت بيهم، لقيت بينزل ندوات عنهم في الكليه، بيبدا ان بدات اشوف ان حاجات بتنزل للرئيس، ان في انجازات، في مشاريع بدات تنتهي، في مشاريع قربت تتسلم. الكلام ده كان تقريبا من 3 شهور، فحبيت ان انا اتطوع. نزلت معاهم شهر، في الثاني لقيت حاجات كتير، لقيت تاثيرهم فعال على الناس في المجتمع، لقيت اهالي القرى سعيده بالانجازات اللي بيعملها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فحبيت اكون فرد من اسر كيان عامه حياه كريمه، وكنت سعيده جدا 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 بالمشاركه معاهم. عايز كمان اكمل معاكي، قولي لي اسمك ايه وبداتي امتى مع حياه كريمه؟ اسمي كريمه محمد، عندي 20 سنه، بدات مع حياه كريمه من حوالي شهرين او 3. عملتي ايه بقى معاهم؟ والله زرنا اماكن كتير خالص في البليانه وهنا ام دومه، وكانت مشروعات جميله جدا واستفدنا كتير منها والله، ومساعده للناس برضو. يعني ساعدتي الناس ازاي؟ قولي لي اكتر الحاجات اللي عملتيها خلال الفتره اللي اتطوعتي فيها مع حياه كريمه. من خلال مثلا ان احنا قدمنا لهم كراتين مساعده بتاعت حياه كريمه، المشروعات اللي عملناها برضو تساعدهم كتير في الحياه، بنسهل لهم اكتر مواضيع مثلا زي مراكز التكنولوجيا، الاماكن دي كلها بتساعدهم في الحياه بتاعتهم. بشكرك جدا، ولسه مكمل بالتاكيد مع الشباب المتطوع في مبادره حياه كريمه وتنفيذ المشاريع. اتعرف بيك عبد الله محمد موسى، متطوع مركز جرجا. قولي بقى بدات امتى في التطوع مع حياه كريمه؟ أنا موجود في حياة كريمة من بداية 2021، كنت من أوائل الناس اللي اشتغلت في محافظة سوهاج، اتعاملنا في كل حاجة، نزلنا الغريمات، ساعدنا إن احنا نسدد ديون غريمات كتير على مستوى محافظة سوهاج ومحافظات تانية، تعاوننا في توزيع المواد الغذائية على مستوى محافظة سوهاج، وصل الخير 1 و2 و3 و4، تعاملنا في موضوع يدوم الفرح وجهزنا 100 عروسة في محافظة سوهاج من خلال شهرين فاتوا. كمان ما نسيناش طلابنا في مبادرة راجعين نتعلم، كان في سداد مصروفات دراسية وشنط مدرسية ومستلزمات مدرسية لكافة الطلبة، لفينا كافة مراكز محافظة سوهاج مركز وقرية قرية. الحمد لله مشاريعنا في كل مكان موجودة ثابتة نفسها، بنتابع بمتابعة دورية، كل يوم في متابعة في مكان مختلف، بنقدم شغلنا، بنعرض الشغل، بنتابع في أي مشاكل، بنتواصل مع المؤسسة إن هي تحل المشكلة مهما كان سبب المشكلة، بنتواصل مع المؤسسة، والدولة برضو لها دور إن هي بتساعد، مش بتتأخر في أي حاجة إن هي تلغي المشكلة، يعني تساعد إن المشكلة تتحل وإن إحنا نقدم المشروع بتاعنا في أسرع وقت ممكن. أكيد، وده دور مهم جدا. عايز أختم معاك، قولي اسمك إيه وبقالك قد إيه متطوع مع حياة كريم؟ إبراهيم حسن محمود، مركز دار السلام. أنا يعني مبسوط إن أنا جزء من مؤسسة حياة كريمة، الكنان زي ما بيقولوا كده. أنا الحمد لله يعني شاركنا أول حاجة قامت عليها مبادرة حياة كريمة، مبادرة دوب الفرح، جهزنا 100 عروسة، ومبادرة جايين نتعلم، ومبادرة الحرفين 25 واحد جو تعلموا حرفة وصنعة وطلعوا لسوق العمل عشان يتعيشوا بدل ما هو كان يقعد بره من غير صنعة ولا حاجة. وتاني حاجة المشاريع القائمة، الوحدات الصحية، الصرف الصحي، المشروعات، المدارس، المنشآت، يعني فحاجة جميلة جدا، وأنا مبسوط إن أنا جزء من مؤسسة حياة كريمة. شكرا لحضرتك. بشكرك جدا، وبشكر بالتأكيد كل الشباب المتطوع، عددهم كبير جدا بالألاف زي ما دكتور هشام الحداد منسق حياة كريمة هنا في سوهاج قال، بالتأكيد هو دورهم دور كبير جدا في تنفيذ كل المشاريع. بشكركم مشاهدينا، وإحنا لسه مكملين معاكم من القرية. طبعا من اهم المشروعات اللي بيتم الاهتمام بيها تحت مظله حياه كريمه بالاخص في قطاع الصحه هي نقاط الاسعاف، وبالتاكيد في نقطه اسعاف موجوده هنا في قريه ام دومه في افتتاح مجموعه كبيره من المشاريع تحت مظله حياه كريمه. هنتعرف اكتر بالتاكيد على اهميه نقطه الاسعاف هنا في القريه والخدمات اللي بتقدمها لاهالي القريه. معانا الدكتور هاني فؤاد، اهلا وسهلا بيك، حضرتك رئيس هيئه الاسعاف بسوهاج، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم، شرفتونا النهارده عيد بقدومكم وقدوم سياده الرئيس لافتتاح مشروعات حياه كريمه، والحلم الذي عاشه الصعيد يتنفذ على ارض الواقع اليوم.
يعني في البداية عرفنا على الخدمات اللي بتقدمها نقطة الإسعاف هنا داخل قرية أم دومة. مبدئيا قرية وحدة إسعاف قرية أم دومة تحتوي على نموذج سيارة. احنا عندنا وحدات الإسعاف في المغادرة الرئاسية حياة كريمة نموذج سيارة ونموذج سيارتين. وحدة إسعاف أم دومة تغطي مركز قروي أم دومة بالكامل، يحيطها حوالي 7 قرى، تقوم بتقديم جميع الخدمات للحالات المرضية والمصابين. يعني لو في حوادث العربية طبعا بتتحرك، لو في أي حالات مرضية داخل القرية العربية بتتحرك. الوحدة بتحتوي على جراج، على غرفة تحكم، على استراحة للأطقم، وعلى وحدة حضانة. يعني برضو لو اتكلمنا عن التجهيزات اللي موجودة داخل سيارة الإسعاف، إيه أهم التجهيزات؟ أهم التجهيزات إن تعتبر سيارة الإسعاف دي وحدة عناية مركزة متنقلة لاحتوائها على جهاز تنفس صناعي زي الوحدات العناية المركزة بالظبط. في جهاز مونيتور، في اسطوانات أكسجين، عندنا جهاز الصدمات، عندنا كل المستلزمات والأدوية اللي تخدم جميع الحالات المرضية. طيب الاستجابة بتكون في قد إيه دلوقتي لما حد من الأهالي بيطلب نقطة الإسعاف؟ في قد إيه العربية توصل؟ احنا بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة اصبحت معظم القرى مغطاة بوحدات اسعاف، فده قلل لنا وقت الاستجابة الاولى او الاولوية الاولى للنص تقريبا. كان الاول من 10 ل 12، حاليا من 6 ل 8 دقائق. 6 ل 8 دقائق ده يعني توقيت جيد بعد التطوير اللي حصل، يقارب التوقيت العالمي في الاستجابة للاسعاف. طيب في اي حالات مستعصية هل عربية الاسعاف تقدر تتعامل مع اي حالة لحين نقلها للمستشفى؟ يعني احنا دايما في هيئة الاسعاف المصرية مهتمين بتدريب الاطقم الطبية للاسعافات الاولية او مرحلة ما قبل المستشفى. 3 ايام في الاسبوع المسعف والسواق بياخد تدريبات على جميع على التعامل مع كل الحالات المستعصية. ده بالتوازي مع شغلهم؟ مع شغلهم يا فندم. يعني جانب التدريب ده جانب مهم جدا، قولي بيتدربوا على ايه؟ بتتابعوا تدريبهم ازاي؟ مبدئيا بيتدرب على كل الاجهزة اللي موجودة داخل السيارة. السنة دي أضفنا إن إحنا بنعمل سيناريوهات على أرض الواقع، بنتخيل أو بنجيب حد كأنه هو مريض مع سيناريو أزمة قلبية أو نوبة مخية أو جلطة أو جميع الكسور والأمراض اللي تعالج ما قبل المستشفى. نشكرك شكرا جزيلا دكتور هاني على وجودك معنا وعلى يعني استعراض نقطة الإسعاف، شكرا جزيلا ليك. بتأكيد مشاهدين احنا مستمرين مع حضراتكم في متابعة كل المشروعات هنا على أرض قرية أم دومة. يعني بالتأكيد مبادرة حياة كريمة بتهتم بالعديد من المشروعات الخدمية ومنها وحدة طب الأسرة. وحدة طب الأسرة بتقدم مجموعة كبيرة جدا من الخدمات هنا في قرية أم دومة وعدد كبير من القرى اللي بتنشئها بالتأكيد حياة كريمة بداخلها. نتعرف أكتر على تفاصيل وحدة طب الأسرة، أهم الخدمات اللي بتقدمها من دكتور وائل عبد الرازق. أهلا وسهلا بيك معانا. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية دكتور وائل، إيه أهم الخدمات اللي بتقدمها وحدة طب الأسرة هنا داخل القرية؟ وحدة طب الأسرة بتقدم كل خدمات الرعاية الأساسية. خدمات الرعاية الأساسية بتشمل كل الخدمات اللي بتتقدم للطفل من أول التطعيمات إلى كبار السن، بالإضافة لكده كل المبادرات الرئاسية وطبعا الخدمات الوقائية وخدمات تنظيم الأسرة. بس النهاردة احنا عندنا دمج لمبادرتين كبار جدا، المبادرة الخاصة بحياة كريمة اللي تم إطلاقها في 2 يناير 2019، والمبادرة اللي أطلقها سيادة الرئيس في 19 ديسمبر 2022 الخاصة بتطوير الرعاية الأساسية. فوحدة أم دومة هي أول وحدة يتم فيها دمج المبادرتين الرئيسيتين. طيب ازاي بقى الدمج ده بينعكس على الخدمات اللي بتقدمها الوحدة؟ ايه الجديد في هذه الوحدة بالتحديد؟ الجديد ان احنا هنضيف 4 خدمات اضافية. الخدمة الاولى هي وجود طبيب اسرة من 8 ل 2، عيادات تخصصية من 2 ل 6 فيها اطباء بطنة وجلدية واطفال ونساء، وخدمات طوارئ 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع، وخدمات الزيارات المنزلية لكبار السن وذوي الهمم. طبعا دي كلها خدمات مهمة جدا والقرية بالتأكيد وأهالي القرية محتاجينها. أيضا إيه أهم التجهيزات اللي موجودة داخل الوحدة؟ التجهيزات الخاصة بوحدة طب الأسرة تجهيزات نمطية، كل وحدة خاصة بطب الأسرة على مستوى الجمهورية فيها نفس التجهيزات. احنا دلوقتي بنتكلم على منظومة بنجهزها للتأمين الصحي الشامل، فاحنا كلنا بنتكلم لغة واحدة، كلنا بنجهز نفس التجهيزات اللي نقدر نقدم بيها كل الخدمات الحالية والخدمات اللي تم إضافتها. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل، شكرا على وجودك معنا. شكرا جزيلا ليكم ومشاهدينا، واحنا بالتأكيد مستمرين معاكم في جولتنا.
لسه مستمرين مع حضراتكم في جولتنا من هنا من قرية أم دومة في محافظة سوهاج، وبالتأكيد من أهم المشروعات اللي بتقدمها حياة كريمة في كل قرى ومحافظات مصر، بالتأكيد مشروعات خدمية للمزارعين. مجمع خدمات الزراعية بالتأكيد هو من أهم المشروعات الخدمية اللي بتتم، هنتعرف أكتر على التفاصيل عنه وأهم الخدمات اللي بيقدمها هنا لأهالي قرية أم دومة من الأستاذ عريان فهمي وهو مدير المجمع. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا باشا. أهلا بك، شرفت أم دومة ومجمع أم دومة. شكرا جزيلا. يعني في البداية عرفنا على مجمع الخدمات الزراعية، إيه الخدمات اللي بيقدمها؟ بيخدم طبعا بليب التقاوي والمبيدات والأسمدة للمزارعين، وطبعا في قسم الإرشاد بيرشد المزارعين على مثلا استخدام الأحسن الطرق السليمة لمثلا مكافحة الدود مثلا ومكافحة الحشرات الزراعية للضرر الأفات للضرر المحاصيل الزراعية. خلينا نبدأ الأول مع المبيدات وبعد كده نتكلم عن الإرشاد للمزارعين. إيه أهم الخدمات اللي بيقدمها في الجزء ده؟ هل بتقدموا للمزارعين المبيدات السليمة؟ بتدلهم تعليمات إزاي يستخدموها؟ كلمني أكتر في النقطة دي. طبعا إحنا بنديب المبيدات من مصدر موثوق منه من الشركات الخاصة اللي هي موثوق منها، وإن هي ما تضلش بالمزارع ولا بالإنتاج الحيواني. لكن المبيدات اللي بتيجي من بره دي بتبقى فيها مواد مسرطنه مثلا وبتبقى ممنوعه ومصنعه في تصنيع يعني مش سليم، فاحنا بنديهم المبيدات اللي هي السليمه ونوريهم طريقه رشها انت مثلا. فيها منها مبيدات لمقاومه الحشائش، وفيه مبيدات لمقاومه الحشرات والافات، وفيه مبيدات مقاومه الامراض الاصداء بالنسبه للقمح. طيب بالنسبه بقى للارشاد الزراعي والتوعيه كمان، ايه الخدمات التوعويه اللي بتقدموها للمواطنين؟ طبعا احنا بنقدم للمواطن بالنسبه للارشاد اول حاجه طريقه الزراعه والطرق السليمه مثلا للري، طرق السليمه للزراعه مثلا زي محصول زي محصول القمح دلوقتي احسن طريقه تعتبر طريقه اللي هو الزراعه على مصادر بس. وطبعا بنقول لهم مثلا رايه المحياه مثلا بعد 21 يوم، رش المبيدات بعد رايه المحياه مباشره من خلال مثلا هي الارض برطبه على اساس ان هي تفيد من نهايه تقاوم جميع الحشائش اللي في الارض التربه. ازاي المجمع فارق مع الناس المزارعين؟ هل هم بيهتموا بييجوا مثلا يسالوكوا عن تفاصيل، يطلبوا منكوا حاجات الدعم؟ طبعا يا باشا، طبعا احنا ما كانش لينا مقر ان هو مكان مخزن بدائي طبعا، لكن دخلت مقر نظيف واللي هي جاي يرتاح، واحنا مثلا بيسالنا اللي يسالنا رد عليه زي ما بيسألنا احنا بنرشد على الصح. يعني ايه التطوير اللي تم؟ انا شايف المبنى يعني مبنى متطور، ايه التطوير اللي تم فيه عن الاول؟ يا باشا احنا ما كانش عندنا قاعة ارشاد، حاليا في قاعة ارشاد نموذجية على اعلى مستوى، مخزن بس هو يعني شوية اللي هو ضيق شوية بس برضه مخزن سليم، واللي ما فيهش رطوبة ما تروحش رطوبة للمبيدات ولا للأسمنة ولا للتقاوي بس. لكن هناك كان طبعا الاول سلبي وما كانش يأدي جميع خدمات سليمة، بس حاليا الحمد لله تمام وحياة كريمة. نشكر حياة كريمة ونشكر سيادة الرئيس على هذا المبنى وهذا الصلح العظيم اللي قدمه لقرية أم دومة. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عريان، شكرا جزيلا ليك، شكرا جزيلا. ومشاهدينا بالتأكيد احنا مستمرين معاكم في جولتنا. واحنا مستمرين مع حضراتكم في جولتنا من هنا من قرية أم دومة، بنتابع بالتأكيد كل المشروعات الخدمية اللي بتتم، ومنها التطوير اللي حصل الحقيقة للوحدة البيطرية هنا داخل قرية أم دومة. هنتابع مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن التطوير اللي حصل لوحدة الطب البيطري، ومعانا مدير الوحدة الدكتور أحمد عبد الرحمن. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك، شرفتونا في أم دومة وأم دومة منورة بيكم سيد الرئيس. يعني في البداية كلمنا عن التطوير اللي حصل لوحدة الطب البيطري. الوحدة البيطرية بقرية أم دومة كانت مهملة من سنة 62، محدش سأل فيها. البرنامج بتاع حياة كريمة ادى فرصة لانه الطب البيطري فعلا ياخد مراحل كتيرة من التطوير، من اهمها الوحدة البيطرية بقرية أم دومة. اولا الوحدة البيطرية بقرية أم دومة بيستفيد منها 8 قرى رئيسيين. 8 قرى رئيسيين دول حوالي 2275 حيوان اللي بيستفيدوا منهم. في رعاية تناسلية وفي رعاية صحية وفي البرنامج الوقائي للتحصينات. الكلام ده ما قبل كده ما كانش ميسر لنا من غير حياة كريمة، بجانب المعدات الجديدة اللي جت في الوحدة البطارية زي سونار زي أجهزة تلقيح صناعي، كل الحاجات دي المعمل بقي معمل متميز. ممكن بدل ما كنا بنبعت على أسيوط أو سوهاج عشان نعمل العينات، لا
العينات موجودة عندنا، نعمل العينات عندنا موجودة، والبرنامج الوراثي للتحسين الوراثي للسلالات بقى موجود من خلال التلقيح الصناعي، سلالات مستوردة هولشتاين وسيمنتال وفريزيان، كل ده موجود عندنا دلوقتي في الوحدة البطارية، ما كانش الكلام ده موجود، لكن البرنامج حاجة كريمة بصراحة، ادى فرص كتير متاحة لنا في التطوير والمواطنين تستفيد منه. كمان دكتور احمد وحضرتك بتكلمني عن الخدمات اللي بيقدمها او اللي بتقدمها الوحده البيطريه، ايه تاني من الخدمات اللي بتقدمها للمواطنين، وايه تاني المواطنين كمان محتاجينه واهالي القريه محتاجينه والوحده بتوفره؟ والله هو برنامج التحسين الوراثي ده اولا رقم واحد، اولا التحسين الوراثي بيزود كميه انتاج اللبن في الحيوانات الموجوده، يعني مثلا عندنا سلالات البلدي معدل الانتاج بتاعها 8 كيلو، لكن عندك الهولشتاين والهولشتاين الألماني والهولشتاين الأمريكي ممكن يصل 35 أو 36 كيلو لبن في اليوم. فإحنا بنعمل دمج بين التحسين الوراثي بين المستورد ما بين البلدي، الكلام ده ما كانش متاح، لكن دلوقتي مع برنامج حياة كريمة بيجي الموضوع ده متاح، إن إحنا بنجيب سلالات الهولشتاين وبنعملها دمج مع سلالات البلدي خاصة التلقيح الصناعي. ثاني حاجة الأمراض الموجودة سواء الحمى القلعية، جلد العقدي، البروسيلا، الكلام ده كان يبقى مثلا يعني ايه، كان تبقى البرنامج الارشاد بتاعنا صعب، لا ارشاد موجود وبنطلع دلوقتي مع الاطباء الموجودين في الوحده البطريه، الارشاد مع الاداره مع مديريه الطب البطري، فبنطلع ارشاد فالناس بتبدا تيجي. التحصيلات بتبقى بتاعتنا متوفره سنويا، يعني 4 مرات حمى قلعيه بجانب مره جلد عقدي في السنه، دي موجود على طول. الكلام ده ما كان مع الارشاد ومع المبنى القديم كان ضيق. لكن بيحصل في الارشاد يعني ايه المعلومات اللي بتدوها للمزارعين وتربيه الحيوانات؟ في ندوات بتبقى ندوات ارشاديه موجوده على طول للفلاحين، بنقول لهم على سلالات اللي هو المفروض لو عاوز سلالات لبن او سلالات لحم، وبنقول لهم على الامراض المفروض اللي هي برضه بتتنقل من حيوان للانسان المفروض برضه يخلوا بالهم منها، زي انفلونزا الطيور، زي مثلا البروسيلا، زي انفلونزا الخنازير، زي الحاجات دي، وبرضه بنقول لهم على الاجراءات الاحترازيه ليه ولاسرته عشان ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اي عدوى ليه ولا لاسرته. نشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد، شكرا جزيلا ليك على وجودك معنا. شرفتونا والف شكر سياده الرئيس على الصرح الكبير ده. شكرا جزيلا ليك. ومشاهدينا بالتاكيد احنا مستمرين مع حضراتكم في جولتنا من هنا من قريه ام دومه. بالتأكيد لازم نتكلم مع أهالي المكان اللي طول عمرهم عايشين هنا، شايفين التطور الكبير ده ازاي هنا في قرية أم دومة، ومعانا عيلة جميلة الحقيقة من يعني أهالي أم دومة. نتعرف بحضرتك في البداية. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بقناة إكسترا نيوز، احنا بنرحب بيكم. معك خضرة ضاحي محمد، معلم أول في أم دومة إعدادية بنات. أهلا بيكي، وعايز أتعرف برضو على الأطفال الصغيرين، اسمك إيه؟ أنا زي محمد حسن عسكر. وانتي اسمك ايه يا جميلة؟ أنا محمد حسن. لازم بقى اتعرف على حضرتك برضو. تنورتونا وشرفتونا في الأول، وأهلا بيكم وفي بيتكم الثانية أم دومة. محمد حسن، معلم أول لغة عربية. يعني عايز اتعرف منكم في البداية على التطوير اللي حصل هنا داخل القرية، شايفينه ازاي؟ والله حضرتك احنا لو جينا نوصف التطور اللي احنا فيه ده مش أقل من إن إحنا نقول نقلة حضارية كبيرة، أو ده إنجاز بصراحة، إنجاز بكل ما تحمله الكلمة من معاني. في رصف طرق، في مستشفيات جديدة، الغاز الطبيعي. إحنا أنا عن نفسي في بيتي جو أسبوع يعني علشان نقدم، إحنا ما قدمناش يعني، هم جو من نفسهم هيركب غاز طبيعي. الأسبوع اللي وراه كان الغاز الطبيعي جهز. أنا شفت بصراحة المستشفى هي وبتتبني، شفت لما كانت لسه الأول حطام وبيهدوا فيه، وبدأت العملية بتاعت البنى والتجهيز بتاعها. شفت الجيش بسم الله ما شاء الله، يعني حقيقي أنا بحيي الجيش المصري، كانوا شغالين ليل نهار بصراحة، يعني بمعنى يعني شغل أنا عن نفسي كان بيصعب علي التعب اللي شغال، فبحييهم وبحيي كل فرد اشتغل علشان يخرج الإنجاز ده بهذا الشكل. يعني حاجة أنا شفت التعب بعيني، وبقدر كل عامل، وأتمنى إن كل عامل الأجر اللي خده ده ما يكافئش حاجة قصاد اللي عمله. أتمنى إن احنا نكافئه تاني وتاني وتاني. طبعا هي مشروعات كبيرة وعملاقة هنا بتحصل داخل القرية،
عايز اعرف ايه اكتر المشروعات دي فارقه معاك، يعني بتمسك شخصيا هنا داخل القريه؟ حضرتك بالنسبه لمركز التكنولوجيا اللي اتعمل ده، طبعا ده حاجه نخله حضريه كبيره، يعني دلوقتي مش محتاج اي حد يروح المركز عشان يستخرج مثلا بطاقه ولا جواز سفر او اي حاجه من الحاجات دي. الحمد لله يعني المدومه بسم الله ما شاء الله يعني اتنقلت 100 سنه لقدام، زي ما قالوا الغاز الطبيعي بسم الله ما شاء الله. بالنسبه للكهرباء، الكهرباء كانت ضعيفه يعني للغايه، بسم يعني بعد ما حصلت محطه الكهرباء، الكهرباء بقت 100 100، والغاز الطبيعي بقت بسم الله ما شاء الله عليه. وبرضه الخدمه في المستشفيات تحسنت وتطورت يعني بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين المستويات عندنا الله ينور، الله اكبر وتحيا مصر. انا عايز اتكلم برضو عن الاطفال الصغيرين والمدارس بقى، طبعا في تطوير برضو في المدارس، هيكون في مجمع مدارس، ده هيفرق معاكم ازاي في القريه؟ قبل كده المدارس كانت عامله ازاي، بعد المجمع الجديد التطوير اللي هيحصل عامل ازاي؟ هو حضرتك المدارس هنا ابتدائي واعدادي وثانوي، وفي ملحق جديد اتبنى في مدرسه المجمع، يعني حاجه اتشرف وحاجه يعني عظيمه، وفرت كتير على ناس كانت بتروح طمع على المركز علشان خاطر تتعلم. فانا عايزه اقول مش دي بقت قريه ام دومه، دي بقت العاصمه ام دومه. اسمحوا لي كده حتى لو حد زعل من احنا زمايلنا بتوع المركز بيحسدونا دلوقتي، بيقولوا يا بختكم يا بختكم، واحنا فعلا بنهني انفسنا على اللي حصل ده بصراحه، ونهني انفسنا اكتر بزياره السيد الرئيس، وبنقول له احنا بجد بجد بنحبك والله. وربنا شكرا جزيلا ليكي، شكرا جزيلا ليكوا، شكرا ليكوا جميعا، شكرا جزيلا. برحب بيكم من جديد مشاهدينا مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. احنا لسه بنتابع مع حضراتكم فعاليات افتتاح عده مشاريع تحت مظله مبادره حياه كريمه اللي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه انه كان في عده مشاهد في هذه الجوله اللي اجراها الرئيس السيسي خلال افتتاحه للمشروعات في قريه ام دومه هنا في سوهاج. ايضا كان في افطار جمع الرئيس السيسي بعدد كبير من اهالي القريه اللي اتكلموا معاه بشكل مباشر عن كل تفاصيل المشروعات. وبالتاكيد الحفل كان فيه مشاهد كثيرة، ومن ضمنها الأطفال بالتأكيد اللي بيكونوا موجودين في هذا الحفل وفي عدد كبير من الفعاليات مع رئيس السيسي. هنتعرف على الأطفال ونعرف قالوا إيه للرئيس السيسي، ورئيس السيسي قال لهم إيه كمان. عايز أتعرف عليكي في البداية، اسمك إيه؟ اسمي كلارا عماد وهيب. كلارا، أنت كنت قاعدة طول الحفل جنب الرئيس مش كده؟ أيوة. قولي لي بقى قالك إيه الرئيس؟ كان بيسألني مثلا بابا شغال ايه واسمي ايه وعندي كم اخ، وكان قال لي اللي هو الصرف الصحي اتبنى عندك ولا لا، قلت له اه في صرف صحي عندنا في طمع في البلد. يعني سألك على القرية اللي بيحصل فيها ايه عشان يعرف منك برضو ايه اللي حصل بالظبط. ايوه بالظبط. وانت بقى قلت له ايه؟ قلت له ايوه اتبنى عندنا صرف صحي، وقلت له ان بابا بيشتغل ايه واسمي ايه وهكذا كل المعلومات. طيب اروح بقى، تعالى انت كمان كنت قاعد جنب رئيس النهارده، قول لي بقى اسمك ايه وعندك كام سنه؟ انا اسمي ياسين، عندي 8 سنين. عندك 8 سنين، قول لي بقى يا ياسين قلت ايه لرئيس السيسي النهارده؟ هو قاعد يسالني انت اسمك ايه، انت عندك كام سنه، انت كذا. هو قاعد يقول لي حاجات وانا برد عليه مثلا يعني انت باباك كذا كذا. يعني كان هو كان بيحاول يعرف منك اكتر وكده. انت بقى كنت نفسك تقول له حاجه معينه عايز تقولها له؟ كنت عايز تقول له ايه؟ هو كان نفسي يسالني سؤال اللي هو انت عايز تطلع ايه، كنت اقول له دكتور صيدلي. ايه المواد اللي انت بتحبها؟ الرياضه والانجليش بس. ان شاء الله تطلع دكتور قد الدنيا. بشكرك جدا، وعايز كمان اتعرف عليكي، قولي لي اسمك ايه وعندك كام سنه؟ اسمي انا عماد، عندي 11 سنه. عندك 11 سنه، بتحبي مواد ايه بقى وانت في سنه كام؟ انا في سنه 6، بحب ماده الرياضه وبحب الانجليش. انت صوتك عالي ما شاء الله، وكمان انت قريتي قصيده، كلميني عنها، عملتي ايه؟ هو واحده اسمها صاحبتي مورا كانت حافظه قصيده وانا كنت حافظه كمان، وكنا هنقدمه بس الوقت كان قصير فما قدرناش نقدمه في الاول، بس هو حب انه يسمع مننا فقدمنا له. فقدمنا له القصيدة وهو يعني قال لي برافو، سقف لنا وتعجب بنا جدا. انت
ايه رايك بقى في القريه دلوقتي بعد الحاجات الجديده اللي اتعملت فيها؟ جميله جدا، الشوارع بقت حلوه جدا، المودن بقت حلوه، كل حاجه بقت حلوه، ما سابوش حاجه غير لما جددوها، حتى المدرسه جددوا فيها، ويعني كل حاجه بقت حلوه. بشكرك جدا وبشكركم كلكم، وان شاء الله ربنا يوفقكم دايما وتطلعوا كل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. مشاهدين احنا لسه مكملين معاكم بالتاكيد جولتنا من هنا من قريه ام دوما، لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا من هنا من قريه ام دوما في سوهاج، بنتابع معاكم بالتاكيد ردود فعل الاهالي على التطوير الكبير اللي حصل هنا داخل القريه في مجالات عديده وقطاعات مختلفه. بتشرف اني معايا مجموعه من اهالي القريه، في البدايه اتعرف بحضرتك. احمد عبد الرحمن افندم. حضرتك بتشتغل ايه؟ عندك ولاد قد ايه؟ يعني عرفني على نفسك اكتر. حضرتك انا بشتغل مزارع. طبعا لازم اسالك عن المجمع خدمات الزراعيه، قول لي بقى ده هتستفيد بيه ازاي؟ المزارعين هيستفيدوا منه ازاي؟ والله حضرتك كانت عملت لنا هنا قبل بقالنا اسبوع كده في ناس يعني من الارشاد من المحافظه، استفدنا من ندواتهم حضرتك، دكاترة جم من المحافظة خبرة في اكتسبنا من خبراتهم يعني، وده هيفيدنا طبعا بعد كده في الإرشاد الزراعي لأن احنا محتاجينه في الإرشاد الزراعي، محتاجين كتير يعني الأسمدة كمان يعني كل التفاصيل بقى اللي ليها علاقة بالزراعة. الأسمدة طبعا، ما الإرشاد بيشمل ده كله حضرتك، ان ناس بتيجي بتعرفنا طرق الحديثة في الزراعة وكده. قولي بقى ايه تاني من الحاجات اللي حصلها تطوير شايف ان هي هتبقى فرقة في القرية هنا؟ والله حضرتك المركز التكنولوجي ده اهم حاجة في اللي اتعمل ده كله، زاد طبعا الصحة والتعليم ده مهم، بس ده هيريحنا احنا كمواطنين كتير. حضرتك كنا عشان نعمل اي اللي بيعمل بطاقة ولا شهادة ميلاد ولا اي ورقة ممكن تروح سوهاج بينا وبينها 50 كيلو عشان تعمل ورقة، ده كله هيتوفر علينا دلوقتي في النظام الحديث. عشان تعمل ورقة تمشي 50 كيلو عشان ورقة، تاخد اليوم كله كامل عشان تروح وتيجي تعمل امضة ولا ورقة. النهاردة ده هيفرق كتير معانا حضرتك، هيفرق كتير. كمان في نقطة الإسعاف برضو، الوحدة طب الأسرة، الحاجات دي هتأثر معاك إزاي؟ ده طبعا هيفيدنا كتير، احنا ما كانش عندنا لا مستشفيات ولا عشان نروح مثلا طمة برضو 20 كيلو عشان نروح الصوت ولا سوهاج، برضو كان النهاردة هيبقى في المستشفى العام وفي المستشفى طب الأسرة وعندنا الإسعاف، يعني ده كله كان ممكن المريض الأول يموت ما فيش إسعاف وما فيش، لكن النهاردة في تطور كبير، زاد تمهيد الطرق حضرتك، الأسفلت اللي اتعمل، البنية التحتية عموما طبعا، صرف ومية وكهرباء ونت وكله، والغاز الطبيعي كمان، الغاز الطبيعي دخل كله بالظبط موجود. طيب خليني اكمل مع حضرتك، قول لي ايه اكتر الحاجات، يعني عرفني عن نفسك في البدايه، وايه اكتر حاجه شايف التطوير فيها مهم جدا هنا داخل القريه؟ عبد الحميد محمود ابو زيد من ام دومه، بكالوريوس تجاره. حضرتك هو افضل الحاجات اللي يعني كل التطوير اللي حصل في ام دومه حاجه كويسه خالص، لو افضل الحاجات فيها مجمع الخدمات الجماهيري كتواجد شرع عقاري فيه سجل مدني، يعني الحاجات دي سهلت علينا برضو زي ما قال الحاج احمد مشاوير على طمة وعلى سوهاج اللي هو المركز والمحافظه قبل كده. في كمان الغاز الطبيعي والصرف الصحي، دي من افضل الحاجات اللي اتعملت في البنيه التحتيه يعني بعد الطرق. الغاز دخل لك من قد ايه؟ الغاز يعني من يجي 3 4 شهور بس، اللي هو دخل فيهم بعد حياه كريمه يعني بعد الصرف الصحي. وفر عليك كتير اكيد. وفر كتير وداخل باسعار مدعمه خالص يعني عشان حياه كريمه يعتبر مجاني. فدي من الحاجات الكويسه اللي حصلت في البلد بعد دخول قريه ام دومه في مشروع حياه كريمه. فنشكر يعني القائمين على المشروع وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للنظره الكويسه للقرى الصعيد عامه وام دومه بالاخص. بشكرك جدا وهكمل مع حضرتك، يعني عرفنا بنفسك في البدايه وقول لي كمان عندك اولاد قد ايه ما شاء الله. محمود ابو دومه حضرتك من قريه ام دومه، عندي طفلين. عندهم كم سنه؟ يعني 1-3 وواحد 1.5. يعني خلاص قربوا يدخلوا مدارس، يعني شايف التطوير اللي حصل كمان في المدارس ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا شايف ان ام دومة كانت قريه مهمشه تمام تبع محافظه سوهاج مركز دمه. يعني حضرتك الفتره الحاليه دي شهدنا فيها تطورات جامده خالص في بنيه تحتيه في مؤسسات تمام. حضرتك بالنسبه للمدارس موجوده عندنا مدارس ابتدائي وبنين وبنات اعدادي وثانوي عام تمام حضرتك. وفي عندنا طبعا وحده الصحه طب الاسره والوحده الصحيه ووحده الاسعاف مركز تكنولوجي دار رعايه تمام. تمهيد الطرق تبطين الطرق تبطين الترع عشان خاطر الري تمام. احنا كنا حضرتك عشان خاطر ممكن تحتاج مثلا تعمل جواز سفر تروح مشوار زي 50 كيلو لسوهاج تمام. حاليا بقى عندنا قسم جوازات في مركز تكنولوجي تمام. شهر العقاري يبعد عن هنا مثلا حركه 30 كيلو مركز ضمن عشان اعمل توكيل او اوثق عقد او حاجه تلزم شهر العقاري كنت ممكن اخد يوم برضه نفس القصه. يعني حاليا شهر العقاري بقى موجود عندنا هنا تمام. وعندنا حضرتك اهم حاجه برضه الاسعاف في تحصل حوادث على الطريق فهمني في ممكن اصابات في حالات خطره بتحتاج نقل معين من رعايه طبيه الاسعاف بتقوم بكده. واحنا الحمد لله نشكر الرئيس فهمني حضرتك لان احنا المكان اللي احنا قاعدين فيه كمركز شباب اتطور بنسبه 100% وفيه امكانيات وفي ملعب خماسي وفيه صاله بلياردو وفي تطورات جديده خالص يعني. فالحمد لله ام دومة اختلفت كده نقول 100% وربنا يبارك لنا في الرئيس وفي القياده الحاليه وشكرا لحضرتك يا فندم. نشكرك شكرا جزيلا. يعني زي ما بيقال ام دومة اتغيرت بشكل كبير جدا. احنا بالتاكيد مكملين معاكم عشان نتعرف اكتر على التطوير اللي بيحصل هنا في ام دومة. طبعا التطوير مش بس في قرية ام دومة ولكن في محافظة سوهاج بشكل عام. هنتعرف اكتر من اهالي سوهاج على التطوير اللي بيتم في المحافظة في مختلف القطاعات. اتعرف بحضرتك في البداية. انا امال هاشم شبت الحمد. الحمد لله يعني على كل شيء وعلى التطويرات الجميلة. طبعا انا عندي 60 سنة قبل كده ما شفتش كده ما شفتش التطوير. طول عمرك عايشة هنا في سوهاج يا حاج؟ عايشة في سوهاج هنا بس ما شفتش التطويرات والحاجات الحديثة اللي هي موجودة دلوقتي. ايه اكتر حاجة حديثة انت مبسوطة بيها ومفرحاكي وخلت حياتك اسهل يعني؟ والله هي كل حاجة يعني كل حاجة الحمد لله لله الحمد. واحسن حاجة النهاردة زيارة الرئيس. لي يعني ده برضو شيء يعتبر شيء عظيم وشيء جميل يعني بين الأرياف والصعيد إني في حد كبير يعني عرفهم وتعرف عليهم وجالهم وزارهم وكده. يعني دي رفعت من معنويتنا ومننا حاجات كتيرة خالص كبيرة. نشكرك جدا. كمان أتعرف على حضرتك وقول لي. الحاج كمال خليفة عبد الكريم من قرية الشيخ زين الدين كده هو مركز تحت محافظة سوهاج. يعني شايف التطوير ازاي اللي بيحصل هنا داخل القرية؟ كل شيء كده حقيقة لا كانت فيه كده هو طرق لا كانت فيه يعني كده مواصلات سهلة لا في صرف صحي لا في مية وصلة للبيوت. البيوت يعني مدمرة خالص لا في مستشفيات لا في مراكز شباب كده هو بتجمع كده أصبح كده القرية تعتبر كده نموذج. يعني بحقيقة ما كانش حد يحلم بهذا التطور الفظيع يعني كده دو.